شوف تي في. وسيم قام وسيم
لأن كما تابعت معنا في هذا المباشر متابعينا الكرام تتابعي قناة شوف سبور مباشرة من ملعب سان جيرمان أو ملعب لاي بيكا هنا بمدينة تطوان. كما تابعت معنا يعني لحظة دخول لاعبي فريق اتحاد تورقة وفريق مغرب تطواني المستقبل في هذا اللقاء من أجل خوض الجولة 16 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي. حضور المنظور ديالنا يعني في ظل القطاع او ادماج نشاط ديال اولترا فريق المغرب التطواني حضور ضعيف الجماهير التطواني في هذه المقابله اللي غتنطلق في لحظات متابعينا الكرام باش نتعيش معنا الاجواء لحظات قليله وتبدا المقابله وبدا اللقاء. باقي الحكم ما عطاش انطلاقه ديال المقابله. نتمنى التوفيق للجميع. نتمنى المقابله تعطينا واحد الفرجه تعطينا اهداف وتكون يعني في ظل هاد الاجواء البارده وفي ظل هاد انخفاض درجه الحراره هنا في ملعب سان جيرمان. نتمنى المقابله تكون مقابله حارقه ان شاء الله. فريق مغرب التطواني يحقق الفوز لفريق اتحاد تورقة كذلك يحقق الفوز. المهم هاد المقابله تعطينا اهداف وتعطينا فرصه هادشي اللي كنتمناو ان شاء الله تعالى. نبقى معكم عليك مباشر حصري نتيجه واداء جماعي. اذا لحظات قليله كما كتشوفوا يعني الوقت لحظات قليله وإن الحكم على انطلاق صافرة البداية. تمام كما كتابعوا معايا تاني كلام يعني لحظات قليلة كتسمعنا انطلاق المقابلة كذلك يعني في غياب تام جماهير اتحاد تورقة غائبة هاد الميدان. اذا تفرقت المقابلة متابعينا الكرام معكم مع فرصة صغيرة وكبيرة هنا في ملعب سان جيرمان.